منذ بداية فصل الربيع لجبن النمولات طعم الجدل بين ضفتي الأطلسي. هذا الجبن وهو من اختصاص الشمال الفرنسي قد يختفي قريبا من أسواق الولايات المتحدة، فقد قررت السلطات الأمريكية تعطيل استيراده، والسبب في ذلك وجود قرديات وهي كائنات حية مجهرية على قشرة جبن النمولات الخارجية. ما من قرار منع رسمي، ببساطة الجبن محجوز في مستودع في نيوجيرسي منذ وصوله. الأمر لا يتعلق بشحنة واحدة من الجبن بل بشحنات متعددة، عدة كيلوغرامات من هذا الجبن. أكثر من 1300 كيلوغرام من الجبن على وجه التحديد بانتظار الإفراج عنها. وأثار الوضع غضب عشاق المنتجات الفرنسية، ولكن جبن الميمولات لم يقل كلمته الأخيرة بعد، ويمكنه الاعتماد على الكثير من الذواقة داخل الولايات المتحدة. جيل أنشأ صفحة على شبكة فيسبوك لها أكثر من 4000 متتبع حتى الساعة، فضلاً عن عدد مماثل تقريباً عبر خدمة تويتر، والهدف هو الدفاع عن الميمولات. فبالنسبة لمحبي الجبن، فرض حظر عليه بسبب القرديات كمنع جبن الشيدر بسبب لونه. أتفهم أن تثير طريقة صنع هذا الجبن امتعاضاً لدى بعض الناس، ولكن أعتقد أن هذا الموقف سخيف، ومن الواضح أنه جبن لا يمثل أي خطر، فالناس يتناولونه منذ قرون. وبالفعل لم يطرأ أي تغيير تقريباً على طريقة صنعه منذ عهد لويس الرابع عشر، فالقرديات على القشرة تسمح بتهوية جبن الميمولات، وهي عملية شائعة جداً في إنتاج الجبن. أعتقد أنها لا تشكل أي خطر على الصحة. بعض الناس لديهم حساسية على هذا المنتج، لكن ينبغي لهؤلاء استهلاك كميات كبيرة لحصول تفاعل. وبالنسبة لمحبي جبن الميمولات، المعركة متواصلة، وفي ذهونهم ربما مقولة الجنرال دوغول الشهيرة: لا يمكن لبلد ينتج أكثر من 365 نوعاً من الجبن أن يخسر الحرب.